السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. عندي اليوم في متجر سيفيروس إضاءة، طبعا إضاءة ما يحتاج، موجودة من زمان، لكن هذه غير، هذه فيها ثنائي الضوء، القاعدة ثنائية الضوء. فلو تلاحظون معي في لون أخضر يمين، لون أحمر يسار، وكالتالي هذا طبعا نفس اللي قبل شوي، احمر واخضر، بس انا مخي مجي. اوكي، زي ما انتم شايفين، في نفس الوقت في خاصية اللون الواحد، طبعا 16 لون، ممتاز. وفي نظام الوميض هذا اللي شوي يغير لون، سواء كذا أو كذا، كذلك في الحركة هذه تشتغل برضو على الألوان. أنا صراحة ما أعرف كيف أسويها، عشان بس أصبر. أيوه هذه، وهذا كل ما عندي اليوم. أتمنى جازت لكم. طبعا كنت مصورها قبل، ولكن ما كنت شايل الستيكر الحماية عليها، فكان ظالم الإضاءة مرة. فاللي بيروح يشوف المقطع القديم راح يلاحظ الفرق. وهذه طبعا عندي أشكال كثيرة، تخشون الموقع راح تشوفونها كلها. حياكم الله، وبإذن الله نخدمكم، ومع السلامة.